وجهك ولا شاحب وسمار بالشمس ديال البحر والشمس ديال الصيف. اليوم جبت لك هاد الوصفه هادي اللي غترحمي ليا الوالدين عليها. هاد الوصفه غتنفعك ان شاء الله باذن الله وعن تجربه. غير الحاجه الوحيده اللي كنوصيكم عليها كيف ديما، ما تجربوا الحاجه على البشره ديال وجهكم، تجربوها على يديكم ولا تكون عندكم حساسيه من هاد المكونات. واخا هي طبيعيه ولكن جربوها على يديكم هي الاولى، عاد طبقوها على الوجه ديالكم كما كنوريكم انا هنايا. ما تجربوهاش على الوجه ديالكم لا تكون عندكم الحساسيه، حيت كاين اللي كيكون عنده الجلد ديالو حساس بزاف، هادشي اللي كاين البنات. المهم هاد الوصفه هادي انا كنديرها ليديا والوجه ديالي والعنق ديالي، راه عرفتي راه وصفه خطيره لواحد الدرجه ما كتصورش. غير جربوها وغترحموا لي الوالدين، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم. انتوزوا المكونات والطريقه التحضير. المهم مكونات اللي بساطين بزاف، زريت الكتان او بذور الكتان، بذور حب الرشيد و واوراق السدر. غناخذ معلقه صغيره معلقه صغيره معلقه صغيره، وغنستعملوا بياض البيض. وكما شفتوا معايا هاد المكونات بثلاثه بهم كيساعدوا البشره باش كيشدوها وكيحيدوا لها التجاعيد، كيجبدوا البشره كيجبدوها، بمعنى ديالنا كيجبدوها ما كيخلوش فيها هذاك الخطوط الرقيقه كتبدا تغبر. ولكن هاد الوصفه هادي غتولي تستعملوها مره في الاسبوع، مره في الاسبوع وغتشوفوا الفرق، غير مره في الاسبوع وغتشوفوا الفرق اللي هو كبير بزاف. صافي انا خلطت المكونات كامله وغنطحنهم مع بعضياتهم تيولي عندي غبره، يعني نلبو مزيان تنيلو كما كنقولو تنيلو مزيان. صافي هنا نفرق البياض على الصفار باش نستعمل انا هنا في هاد الوصفه هذه، غير البياض ماشي الصفار، غير البياض بوحديتو غنستعملو. نتوما عارفين البياض ديال البيض اشنو كيدير، رغم ذلك انا شفتوني راه طحنتهم مزيان، ورغم ذلك غنديرهم في الصفاي بحال هكا باش نغربلهم مزيان باش ما تبقاش هذوك حبيبات ويجرحوني في الوجه ديالي. صافي غنميكسي مزيان المكونات يتخلط مزيان بحال كطربو في البيض، تخلطوها مزيان 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 تيختفي داك البيض كاع من مره. خبطو خبطو مزيان بهذه الطريقه هذه، غتبقاو تخبطو حتى كيختفى صافي كتجانسوا لكم المكونات. هنا الخليط صافي راه تكون، صافي كما شفتوا تجانست لنا المكونات كاملين مزيان. دابا غنطبقها لكم على يديا هي الاولى، كما قلت لكم البنات ما تطبقوهاش على وجهكم هو الاول، طبقوا على يديكم وشوفوا كي الجلد ديالكم كيفاش غيستجم مع هاد الوصفه، حيت راه واخا مكونات طبيعيه ولكن كاين اللي كيكون عنده الحساسيه من البيض من حب الرشيد من زريعه الكتان او بذور الكتان، ما كتعرفوش اشنو كاين حيت كل جلد وكيفاش الاستجابه ديالو مع المكونات. انا طبقت على يد وحده وخليت اليد الاخرى باش نوريكم الفرق ان شاء الله بحول الله. المهم البنات هنا ها هي راه كرم، كتحسوا باليديكم مجبده ولا درتوه لوجهكم ما تحكوش بحال هكا تحيدوه تكوميوه، لا هاد الماسك هادي كتبغيوكم تغسلوه بالماء يكون دافي، يكون دافي باش يحيد لكم كاع هذاك بحال هكا كتمسحوا. راه كاينه واحد البونجا كتكون كتبع في عاد مالين الماكياج اللي كيبيعوا مواد التجميل، راه ولا الباغافارماسي راه كتجي ساهله، غير كتفزيها بشويه ديال الماء يكون دافي وكتبقاي تمسحي بها، عاد كتغسلي يدك بالصابون ولا وجهك بالصابون كتجي ساهله باش كتزولها. انا غنحيدها غنمشي نغسلها وغنرجع معاكم. صافي هنا راني غسلتها غنمسحها غنشوفها معاكم وتشوفوا الفرق ما بينها وبين اليد الاخرى اللي ما درتش فيها الماسك، راه فرق كبير البنات. شوف هذه كي باقا مزيره، شوف كي باقا مزيره، وهذه تبارك الله ما شاء الله كيعطات هذيك اللمعه والبياض بحال ماشي يديه كتبان. انا قربت لكم في الكاميرا بحال ماشي يديه كاع نهائيا، هانتو كيعطي واحد البياض وواحد النضاره وزوينه للوجه في اول استعمال ان شاء الله. وما تنساونيش من دعوات الخير ان شاء الله. بسلامه عليكم، تلقاو في وصفه جديده ان شاء الله.